أيضا وعصابة الأسد. أيضا لو سمحت لي، تفضل. هناك اعتقال أحد المواطنين من قرية حالين أثناء مروره بمدينة إسقليبية من قبل عصابات الأسد، ولم يتم التعرف على مصيره حتى الآن. كما خرجت مظاهرة طلابية في مدينة السلمية قرب جامع الإمام إسماعيل، هتفت للحرية وإسقاط النظام وحيت كتائب الثوار. في قلعة المضيق شهدت قلعة المضيق إطلاق نار بشكل عشوائي على المنازل المدنيين، مما أدى إلى استشهاد رجل وامرأتان نعم وطفل، حيث أخي كانوا سيف، يعني يستقلون السيارة. شكرا شكرا لك، سأكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا لك سيف الحموي، مراسل شبكة شام من حما. مشاهدينا إذن ننتقل الآن إلى درعا، مهد الثورة السورية.